يا أيها المغترون بلذائذ المأكولات والمشروبات والمنكوحات والملبوسات وبهجات الأوهام في السلطات والجهات بين الناس، كل تلك اللذائذ ذرة اختبر الله بها عباده، ولكن جعل لذة كل روح خلقها وأوجدها العظمى الكبرى العالية التي لا توصف بلذة ماكل ولا مشرب ولا منكح ولا سلطة ولا جاه، وعزة الذي خلقنا وخلقكم وخلق كل شيء، مآكل الخلق من أولهم إلى آخرهم ومشاربهم ونكاحاتهم وأنواع لذائذهم التي تلذذ بها في الحياة الدنيا، ومنها ما تستلذه النفس من السلطات والشهرة بين الناس ونيل الجاهات، وعزة الرب الذي خلقني وخلقكم هي من أولها إلى آخرها منفصلة عن طلب رضوان هذا المولى لا تساوي ذرة من لحظة تجلي الحق بالرضا على عبده المرضي عنه، والله العظيم.